بنكون بنعمل اختبار لجهاز كاميو رقم سيريال. هنعمل لود للكلمة دي عشان نقصها ونختبر نختبر الجهاز كده. بنكلمه اختار مساحة تتبع تتبع سؤال إرسال إبرة 2 مثلا عشان نوع الورق اللي شغال عليه. دوران خليه 3 دورات. نعمل لود البيبر بعدين نديها إرسال. نشوف الجهاز ما شاء الله جهاز كله تمام مفيش أي مشكلة. تمام طلع الكلمة مبسوطة وزي الفل بدون أي مشكلة. تمام طبعا المات المهم المات نفسه يكون بحالة جيدة يعني حتى لو متأثر من الشغل الورق لازم يتثبت بتيب مع الحروف عشان لما يجي الإبرة تنزل ما يتحركش يمينه أو يسار ينحرف عن الطبيعي. هذا الطباعة تمام طلعت بكل سهولة معايا. بس كل سهولة